بشرى سارة، حصولكم على لقاح كوفيد-19 يؤهلكم للفوز بجائزة. أي شخص في ميشيغان من عمر 18 فما فوق وحصل على اللقاح بين فترة 1 من كانون الأول و30 من تموز بإمكانه الفوز بمبلغ مالي تصل قيمته إلى ملايين الدولارات، ومن ضمنها $1,000,000 بالجاك بوت و$50,000 يومياً. أما الطلبة الذين حصلوا على اللقاح بإمكانهم الحصول على منحة دراسية scholarship. للمزيد من المعلومات زوروا موقع mishattowin.com مع مراعاة قواعد اليانصيب، وتتوفر المنح الدراسية للأعمار ما بين 12 إلى 17 عاماً.